وللحديث أكثر عن مشاركة مملكة البحرين باجتماعات الاتحاد الأوروبي الدولي، معنا عبر الهاتف من بلغراد سعادة النائب فاطمة عباس، عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، هل لك أن تحدثينا عن مشاركة البحرين في اجتماعات الاتحاد الدولي، وأهم ما تناولتيه خلال ورشة العمل المتعلقة بحقوق الطفل؟ مساء الخير والنور جميعا، أحييكم من العاصمة الصربية في بلغراد، وأهنئكم حيث كانت المشاركة فعالة في جميع اللجان بالاتحاد البرلماني في على كل المستويات، بالإضافة إلى الاستفادة من تواجد البرلمان في الاتحاد ليتسنى لنا تفعيل العلاقات الثنائية ومد الجسور وتبادل الخبرات. فيما يخص مشاركتي أو مداخلتي بورشة العمل حول اتفاقية الأمم المتحدة حقوق الطفل، نعم، حيث أنها أكملت 30 عاما على منذ انضمامنا وتوقيعنا عليها، ويأتي ذلك من إيماننا بدور البرلمانيين لمراجعة وتقييم السياسات الحكومية ويعني لإجراء التعديلات التشريعية الواجبة لكي يعني يتم حماية حقوق الطفل على بشكل أوسع. تم مداخلتي بطرح المشروع القانون الذي سوف يكون أمام البرلمان في دور الانعقاد الحالي، وهو إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تتمثل مبررات المشروع بقانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون المصلحة الأولى للطفل هي الأولوية، وذلك اتساما مع الاتفاقية التي انضممنا إليها. حقيقة لقى هذا المشروع تحية كبيرة ولفت انتباه جميع الموجودين بما فيهم اليونيسيف، حيث تبينت لهم الأحكام التي أو الأبواب التي تضمنها المشروع، هي 5 أبواب، وما لها من ميزة اجتماعية وثقافية كبيرة على الأطفال في المرحلة الإصلاحية. نعم، من بلغراد سعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.